السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الشوب مش متحملة حتى يتشغل شوب السيارة، مش متحملة أستنى عبين ما المكيف يبرد، يعني نار نار، لا إله إلا الله، الله يجيرنا من حر جهنم، هيك بقدر أقول، بس الله يجيرنا. المهم بدي أقولكو شغل، كالعادة طلعت في السيارة، الله وكيلكم سبحانه وتعالى، توكلنا الله. كالعادة طلعت في الهاي، الله وكيل، كل الهادي ضاوية على صفر، البنزين صفر. طبعا مين بسوها أغلب الأوقات؟ محمد الله يرضى عليه ويهديه إن شاء الله ويوفقه هالولد. المهم بدي أروح أشحن شغلة، اللي هي الشغلة يعني اليونيسيتي، بدي أشحن فيه الجريت لصبية طلبت لشهرين، فبدي رح أودي لها إياهم، لأنه بصراحة الصفحة تبعت الشركة صاروا، لأنه عندهم كتير نقص يعني في المنتج، فمرات صاروا يتأخروا شوية في الشحن عن الناس مرات. أمريكا أغلب الأوقات فيها، بصراحة أمريكا أغلب الأوقات فيها، بس مرات في الدول الأخرى بصاروا يتأخروا شوي، لأنه صار في ضغط كتير على الطلب، كتير ضغط. فراح احكي لكم شغلتين، بس خليني اول اشحن المنتج هذا، وبدي احكي اجاوب على سؤال امبارح ساله اظن اخ، بقول انه ليش انت ما وديتوش اولادكم على هو ساله بالانجليزي، ليه ما وديتوش اولادكم على مدارس اسلاميه وانتم ما شاء الله مبين عليكم وضعكم مقتدرين وتودوا اولادكم على مدارس اسلاميه. رح أجاوب على هذا السؤال، ورح أجاوب على سؤال تاني أجاني، هو شغلة تاني انتقاد هي، بس رح أحكي لكم العبرة منها، مش رح يعني مش نحكي على انتقادنا، نحكي على العبرة منها. بس السلام عليكم يا زيد، تعال سناب شات دا أقول لكم شغلة اليوم زيد حكاها لي إياها. أقول لي والله أول ما خش من الدار وشم ريحة الطبيق، بقول لي والله يما أنا اليوم كنت صايم وناوي الصيام كله، بس والله اني نسيت. وشو اكلت؟ سلطه، يعني صحن سلطه. نو ضحكت عنه، مش اكل لقمه وتذكر. اقول لي والله يما اليوم نسيت واكلت صحن سلطه كامل، وبس اكلته وخلصت وتذكرت اني انا كنت صايم. بقول له من وين جايب سلطه؟ انا معلمته ومعلمه، والله ما انا عارف جايبين له سلطه. بقول له صحتين، فضحكت من قلبي على اني اكلت صحن سلطه. تذكرت في رمضان قال البوقع في تمه الشاورما نص أيوة. نص لتر ابصر شو بشرب سودا ورغيفين ثلاثه شاورما ونص دجاج، وبعدين والله يا شيخ اني نسيت بنفع اكمل الصيام. هذه نعمه رب لعبه؟ ابو احمد فتاوي من عادي نعمه، بقول لكم عادي ربنا اراد انكم تنسوا. الحمد لله. هلا قلت لكم بدي ارد عليه السؤال اللي الاخ ساله، شفتوه اكيد مكتوب، اللي شافوا السنابات اللي قبل، انه ليش ما وديناش اولادنا احنا على مدارس اسلاميه قبل، وحكى انه انتم وضعكم المادي مبين عليكم انه كويس، الحمد لله رب العالمين. مين اللي مساله؟ مش عارفه، حدا يعني بسال من المتابعين تبعونا. وجهة نظر أبو أحمد كده أدير عليك. أول إشي جماعة الخير، الله يرزق الجميع. آمين يا ربي. الرزق مقسوم من عند رب العباد، إحنا البني آدمين، العبد بروح بسعى ورا رزقه اللي مقسوم. صح. هلا إحنا في البلاد هون أكيد في مدارس إسلامية وبتدرس وكذا والآخرين، بس إحنا بفضل من رب العباد عندنا مثلا أحمد من أولاد هم صغار، كان واجب عليها وكأنه يوم، يعني بيشغل يومياً، بس كانت كل يوم أحد تقعد معهم وتعلمهم الأحرف والقراءة وكذا، لأنه أنت لما بتكون تركيزك على أولادك مباشرة بينك وبينه أفضل من ما تودي على مدرسة ويكون تركيز المدرس على 20-30 طالب. هاي الشغلة الأولى. الشغلة الثانية، مش كل واحد مقتدر بودي أولاده على مدارس إسلامية في أمريكا، معظمهم بيعتمدوا التعليم في داخل البيت، بس بالنهاية الحمد لله هيهم بيحفظوا في القرآن وبيقرأوا عربي 100%،
وتبارك الرحمن يعني الثمار البذر اللي زرعناه هم صغار هينا اليوم بناكل فيها. او احنا كانوا يروحوا على مدرسه مره يعني بالاسبوع اللي هي يوم الاحد. بتحكي على المسجد يوم الاحد اربع ساعات كانوا يروحوا عليها. بعدين احنا عشنا في فلسطين اربع سنوات صح. فاولادنا تلقوا بعض التعليم يعني هذا كان احدى الاهداف ولا طعم حديثي بالضبط انه روح من 2010 ل 2014 عشان الاولاد يتشبعوا من اللغة والعادات والتقاليد وكذا ويندمجوا. فأخذوا يعني في عمر معين أخذوا الأولاد تعليم من داخل المدارس العربية بالزبط. الإسلامية. شغلة تانية أنه أنت لو تعرفوا أسعار المدارس الإسلامية هون لما بتحكي عملك 5,000 و6,000 دولار بالسنة على الواحد، يعني اللي عنده 5 مثلا زينا الحمد لله رب العالمين، بدك 30,000 دولار في السنة. الله يسهل عليك. بدك 30,000 دولار بالسنة تقريبا بس مدرسة فقط، يعني مش الله يسهل عليك. فإنه مش الكل بيقدروا، وحتى يعني أقولكوا أقلية اللي بيقدروا بصراحة، يعني أقلية جدا جدا اللي بيقدروا. بغض النظر سواء كنا قادرين أو مش قادرين، الحمد لله إحنا اخترنا طريق آخر لأولادنا والحمد لله نجحنا فيه الحمد لله رب العالمين. كنت أدرس مش ما كنت، بس كان غلبة بصراحة كتير علي، حتى أنا كنت من الناس اللي بدرسوا فيه. طيب حبيبي، فالبقصده أنه أنا كنت أدرس في مدرسة الإسلامية اللي عنا اللي هي يوم الأحد فقط، كانت يوم بالأسبوع. كنت أدرس طلاب، أظن درست يمكن 3 سنين أو 4 سنين يمكن أدرست في هاي المدرسة. مش بحكي انه هي بتعوض، بصراحة ما بتعوض، وهذا اليوم مش كافي لحاله. حتى أولادي كانوا يغلبوني مرات في الدراسة، والله لما يروحوا على مدرسة يوم الأحد مرات بالإجبار. تتذكر زي ما كنت أوديك على ساندي سكول، والله مرات بالإجبار بيروحوا مرات الأولاد، يعني ما كانوا كتير يحبوها. فبدي أقولكوا هي كتير كتير أنت عندك لما درسي أولادك في بلاد الغربة، والله إنه صعب، والله ما هو سهل. ابنك سواء يتقن اللغة العربية أو يتقن القرآن أو أو أو، والله ما هو سهل، جدا صعب. وتحس حالك بتجاهدي وبتضلك تدعي 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 صلاة صلاة، يا رب يا رب يا رب بتقدرني على تربية هالولاد في الغرب تربية صالحة تربية صحيحة. يعني أوعكوا تفكروا إنه سهل. هاي الأسباب إنه جدا 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 غالية المدارس الإسلامية، جدا بصراحة أنا ما بقدر أحكي لكم، يعني جدا غالي، وهذا إحدى الأسباب ما وديناش أولادنا. كان السعر يعتبر هو خارج ميزانيتنا. هاي شغلة. رح أجاوب على شغلة تانية، بتمنى إن شاء الله أقدر ألاقي التعليق، لأني بدي أفرجيكم التعليق لصبية أو أخت من المتابعين، مبين إنها محبة، يعني مبين إنها من الناس اللي يعني مش هي حكي انتقاد، بس حبي أنا أرد عليه حتى لو هو انتقاد بسيط، حتى لو أجا بحب أو مش بحب، بس أنا رح أرد عليها مش عشاني بس، عشان ناس تانيين كمان. فاللي أنا يعني حاولت أشرحه أنه تأكدي إحنا حتى لو شايفين علامات التجاعيد في وجوهنا والخطوط، أو شايفين التعب في بشرتنا أو عي حوالين عيننا شوي تعبان، اوعك تفكري انه هذا اشي يعني بيضايقنا. هاي علامات، انا بالنسبة لي علامات نجاح، حكايات مشت معاي ربيت معي في الغربة، وكتير مبسوطة انه ربنا رزقني هاي المهمة المقدسة، رزقني الامومة اني اتعب واشقى وارتب ربيت وعشت غربة وكل إشي ولحالنا ربينا، وربنا رزقني الحمد لله الأبناء الصالحين، ربنا عوضني فيهم. فإذا ربنا رزقك أنت، لأنه هذا مش بشطارتك، هذا مش بإيدك أبدا. إذا بشرة الوحدة حساسة ومن أي إشي بسرعة، هذا الله خلقك هيك، هو بإيدك. في ناس بشرتها حساسة لدرجة لو استخدمت 1,000,000 كريم ومليون واقي شمس ومليون أبصر شو، لسه بشرتهم حساسة من الضوء تبع الدار. شفت الضوء؟ الضوء تبعهم بيأثر على بشرتهم. فأنت إذا ربنا أعطاكي الجمال ما شاء الله عليكي،
وخالي ما شاء الله عليك من الخطوط والتجاعيد وصار عمرك 40 و50 و60 ما شاء الله عليك ولساتك ملكتك ملكة جمال بدون بوتكس وفيلرز وأبصر شو أشكر الله وأحمديه لأنه الله اختارك من هدول الناس. إذا ربنا اختار واحدة تانية إنه وجهها يكون كليات وحكايات حكايات ووفرت القرش أو القرشين أو العشر قروش عشان يا تدرس ولد يا تجوز ولد يا أما تعين واحدة من بناتها يا أما يمكن طلعت صدقة جارية. قالت لك أنا بدي أطلع صدقة جارية عن حالي، أنا بفضل بديش الدنيا أنا بدي الآخرة. وإذا هي قابلة في ذاتها وجوزها قابل فيها في جمال المرأة لأنه هو ليس إنسان بفارغ، أما الرجل الفارغ والرجل اللي عقله مجرد هو متعلق بالشكل، لما تجوزك وكنت 20 سنة وكنت ملكة جمال العالم وانت عمرك 20 سنة، إذا صار عمرك 40 سنة وما حبكيش أضعاف ما حبك وانت 20 سنة معناته هو أخذ الجمال، خليه معناته كل 10 سنين يجدد. هذا الرجل اللي أخذ الفارغ هو ما أخذ الجوار. ليش عملنا بنقول الدين تبعنا قال جعلنا بينهما مودة ورحمة؟ من وين جت المودة والرحمة؟ لأنه مش متعلقة بالشكل، لأنه في ناس حبيت الشكل وأغرمتي فيه في الشكل بس ما أغرمتي بالجوهر يا حبيبتي، تمام؟ فأوعك في يوم تحاولي تحكي هاي الكلمات، فرجاء يعني أوعك وتحكوا هذه الكلمات لأنثى يمكن تكون شخصيتها مش قوية انها تقدر تواجهك وتطلع لك والله كمان مرة بدون فلتر وبدون مكياج وعادي تقولك عندي تجاعيد، عندي وعندي القوة اطلع قدام كل العالم، انا ام وزوجة وابنة، عندي هموم في حياتي وعندي ابناء اقلق فيهم واسهر ليل، عادي ربنا خلقنا. شو كانوا العالم هو عزمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لهم حبيبتي بوتكس وفيلرز وابصر شو وكانوا عندهم كان يمكن واقع شمس ولا كان عندهم كريم ليل وكريم نهار ولا شو اسمه سيروم ولا كان عندهم كل هذه فكركم كان عندهم؟ ما كان عندهم. خير كلنا أخير من بعضنا، أنا أحسن منك فقط بالدين والتقوى، أنت أحسن مني بالدين والتقوى، هذا اللي أنا اللي بتنافسوا عليه. ما بتتنافس الوحدة خليني أتنافس هذه عملت بوتوكس فيلر خليني أروح، هذا فيش عندها تجاعيد خلينا أروح أعمل لي أنا كمان. هذا الإنسان الفارغ من الداخل اللي بعتبره بنافس إنسان تاني بالأمور الظاهرية الدنيوية. أنا إذا بدي نافسك بنافسك بقول ما شاء الله قدرت تربي أولادها أحسن مني، لازم أنا أشتغل أكتر على تربية أولادي. هذه ممكن ممكن أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنتي ربيتي أولادك أحسن مني، أنا لازم أشتغل على حالي، معناته أنا قصرت في ناحية معينة لازم أرجع أشتغل على تربية أبنائي. يعني أنا مثلاً قصرت يمكن هون، تطلع هاي ما شاء الله الأم بتقضي وقت أكتر مع أولادها لا قوة إلا بالله بتقرأ قرآنها، معناته أنت يا نهال لازم تقعدي أكتر من نص ساعة مع أولادك تقرأ زيادة شوية قرآن معاهم، أنت قصرتي هون. بس إذا أنت بدك تطلع على الأمور الدنيوية والله هذه يا والله عملت لها هذيك شوية طلع راح التجاعيد عند وجهها، روحي اعملي لك أكم إبرة بوتكس وكم إبرة. فرجاء يعني أوعك وتحكوا هذه الكلمات لأنثى يمكن تكون شخصيتها مش قوية أنها تقدر تواجهك وتطلع لك والله كمان مرة بدون فلتر وبدون مكياج وعادي تقولك عندي تجاعيد، عندي وعندي القوة أطلع قدام كل العالم. أنا أم وزوجة وابنة، عندي هموم في حياتي وعندي أبناء أقلق فيهم وأسهر ليل، عادي ربنا خلقنا. شو كانوا العالم هو عزمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لهم حبيبتي بوتكس وفيلرز وأبصر شو وكانوا عندهم كان يمكن واقع شمس ولا كان عندهم كريم ليل وكريم نهار ولا شو اسمه سيروم ولا كان عندهم كل هذه فكركم كان عندهم؟ ما كان عندهم. خير كلنا أخير من بعضنا، أنا أحسن منك فقط بالدين والتقوى، أنت أحسن مني بالدين والتقوى، هذا اللي أنا اللي بتنافسوا عليه. ما بتتنافس الوحدة خليني أتنافس هذه عملت بوتوكس فيلر خليني أروح، هذا فيش عندها تجاعيد خليني أروح أعمل لي أنا كمان. هذا الإنسان الفارغ من الداخل اللي بعتبره بنافس إنسان تاني بالأمور الظاهرية الدنيوية. أنا إذا بدي نافسك بنافسك بقول ما شاء الله قدرت تربي أولادها أحسن مني، لازم أنا أشتغل أكتر على تربية أولادي. هذه ممكن ممكن أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنتي
ربيت أولادك أحسن مني، أنا لازم أشتغل على حالي، معناته أنا قصرت في ناحية معينة، لازم أرجع أشتغل على تربية أبنائي، لأني أنا مثلا قصرت يمكن هون. تطلع هاي ما شاء الله الأم بتقضي وقت أكثر مع أولادها، لا قوة إلا بالله، بتقرأ قرآنك، معناته أنت يا نهال لازم تقعدي أكثر من نص ساعة مع أولادك تقرأ زيادة شوية قرآن معاهم، أنت قصرتي هون. بس إذا أنت بدك تطلع على الأمور الدنيوية، والله هذه والله عملت لها هذيك شوية، طلع راح التجعيد عند وجهها، روحي اعملي لك أكم إبرة بوتكس وأكم إبرة فيلر، بدي أنفسها أنا بدي. ما صاروا زي طقم الفناجين، صاروا الله وكلكم زي طقم الفناجين، بطلوا يشبهوا بعض كل العالم. طيب شو بدي أنا فيه؟ أنا زي أنا شخصيتي. فيعني يا حبيباتي يا عمري يا قلبي، كل واحدة حرة شو بتختار. انت اخترتي بدك تعملي عمليات تجميل عادي ما في مشكلة، انت اخترتي بدك تعملي فيلر بوتكس كولاجين يعني عادي، كل واحد حر. بس ما بروح بنتقد انثى تانية انه فيما اشي في يعني يد الخالق وليس في يدها، انتقديها بشيء هي قدرتها. بدك تنتقدي اذا مصرة على الانتقاد، يعني انتقديها بشيء هي من ذاتها هي بتعمله هي، بس لا تنتقديها شيء بيد الخالق. زي ملكات الجمال، واحدة بتروح مثلا ملكة الجمال بتروح تعاير واحدة انها هي مثلا مش حلوة، طب ليش انت شو انت؟ هذا ربنا خلقك، هذه هو فضل ربنا عليك وهو نعمة من الله عليك، وليس شيء صنعتيه بايدك وليس انجازك، هو من الله الخالق. صح تمام يا جماعة الخير. فأنا هذا المقصود، أنت حرة شو بدك تعملي، حرة شو بدكيش تعملي، بس ما بصير نروح نحكي للناس روحي اعملي بوتكس ولا فيلرز ولا بصر شو. بلكي أنا بحبش، طيب شو يعني بلكي أنا بحبش، مع أنه أنا مع اللي بعمله مش ضد على فكرة. في ناس إنه يحطوا بوتكس وفيلرز عادي، يعني مش ضد، والله أنا مش ضد على العكس. وفي بحط الكولاجين هذه على فكرة، هلا في داعم كولاجين اسمه بحطوه في البشرة عادي، إذا قدرتك اعمليه. بس بلكي مش قدرة كل العالم يا جماعة الخير، يعني بلكي مش قدرة هذا الإنسان، شو بعرفكم يعني. هلا الإنسان بلكي في موانع صحية عند الإنسان بيقدرش يعمل، يعني والله يا حبيباتي والله العظيم، يعني الواحد بحب أحكي لكم شغلات إنه فكروا، أحياناً فكروا قبل لا تحكوا، حتى لو أنتوا اللي بتحكوا لهم هدول أو بتحكوا عليهم هو إنفلونسرز أو هم تبعون سوشيال ميديا أو هم، حتى لو جارتك، حتى لو أختك قاعدة جنبك، حتى لو أي حدا تقولي لها والله لو تروحي تعملي لك شوية فيلر وبوتكس، والله انت شوي عندك تجعيد، طب ما انت حطمتيها من الداخل يا بنيتي او يا اختي او اللي هو، حطمتيها من الداخل. ليش تروحي تحكي لها روحي اعملي بوت، شو بدك فيها؟ هي مبسوطة، طب هي مش بتشوف وجهها كل يوم على المرأة؟ طب مش جوزها بيشوفها كل يوم على المرأة ومبسوط؟ يمكن اسعد في ذات داخلهم التنين، يمكن عندهم رضا داخلي وحب داخلي اعظم من اللي عند التنين اللي شايفتيهم ملك وملكة جمال. يمكن اللي بتكون زي عارضة الأزياء مشيت لك الله وكيلك بتكون ملكة جمال، يمكن في داخلها عندها نقص للحب وشعور إنه حدا يحبها، يمكن من جوة قلبه عند التنين اللي هم. فبأختم لكم إياها، الرضا في داخلك كتير أهم من أي إشي تاني، أنت تكون راضي عن حالك من جواتك مبسوطة والباقي مش مهم. بس كمان اللسان كتير ضروري نصونه، ما نحكي على للناس اللي حوالينا روحي اعمل وروحي سوي بشكل عام، ما بصير، لانه انت قد انك تدمري واحدة وتأدي لمصايب انت مش راح تعرفيها بكلمة انت حكيتها، والله حكيتها بحسن نية واحتمال صح قلتيها بحسن نية، والله انا بشهد انه كتير ناس بدبوا الشغلة بكلش قصدهم، بس بدبوها دب الله وكيلكو هيك بلخموها لخم، بدروش عن حالهم شو حكوا بس ما انت مش عارف شو الدمار النفسي الداخلي اللي سوتي مثلا لهذا الانسان اللي قاعد معك في القاعدة. صح؟ فيا حبيباتي احنا بنعيش وبنتعلم. تمام يا عمري؟ شايفين انفوت تمك، شايفين التجعيد بتقول عني انا عندي تجعيد و
بيحكوا انه انا يعني عندي رينكوز ويعني انه لازم اتذكر بوجهي وبصر شو انتي الان شايفين هذا الوجه لما اشوف حتى التجعيد حتى لو شو مكان وجهي لما اشوف هذا الوجه بقول اللهم لك الحمد اعطاني هذولي شايفينهم كلهم يعني كل اولادي مش بس يعني زيد واحمد ومحمد ودالي وليان وكلهم شايفين هذولي هذا الثمن اللي شايفين انتم بتقولوا عنه فيش رينكوز جاب هذولي 28 كمان يا اختي بجامل في امه يسعده الله 28 انا يعني خلاص انا 28 بحكي لكم زيد عمري 28 لم اتخذ فلالا خليلا لقد عن في بعد اجاني وكان بدي اروح اتغدى اليوم عملت مسخن بس والله ما خبزتش في الدار بصراحه كان ابو احمد هذيك اليوم جايب شو اسمه خبز من العربي وكثير بالنسبه لنا بصراحه الاولاد يعني مش هلقد بسحبوا في الخبز لما يكون المشر من برا بسم الله فقلت والله عندي مسخن بدي اعمله بدي احكي لكم هالشغله تتذكروا قبل شهر تقريبا كنت عامل مسخن وزاد عندي كتير بصل يومها والله حكيت لأجربها أول مرة بجربها في الحياة حكيت والله غير أجرب حطيت الكوياه في كيس من هدول اللي يعني تبعت للتفريز وحطيته في الفريزر البصل وحكيت لما أعمل مسخن المرة الجاية بدي أجرب أطلع وأشوف شو بصير والله يا بنات الحلال طلعته من الثلاجة بسم الله الرحمن الرحيم طلعته من الثلاجة وحطيته على الغاز وزدت له زيت زيتون صدقي إيه طعمه تقولي هلأ عملتي هلأ أنا عمريش حطيت بصراحة البصل يعني تقولي شو اسمه يعني في الفريزر انه تخزني احيانا تكبه وقتيها يختي ما شاء الله كتير والله بعمل كمان طبخة مسخن وقتيها وملان زيت زيتون وهيك طلعت الخبز وشويت الجاج شوي هلا بحكي لكم شو سويت الجاج شويته شوي بالفرن وحطيت عليه شوربة الشوربة اللي بتكون عقاع الصينية هيك في الأعمى أخذتها وزدتها فوق شوية مع البصلات عشان الخبز لما يتغرق والله ما شاء الله ما هي مشت الوجبة وبتشهي وما شاء الله كيف على ولا حتى بدرو بصل اليوم عملته ولا عملته قبل شهر في واحدة هذيك اليوم وديت لي بتقول لي طب لونه برتقالي البالانس بتقول لك ليش اللون اللي عندك زهري هذا اللون طلعوه مره الحمد لله طلعوه مره هذا اللي على بينك ليمونيد اسمه طلعوه مره لفتره صغيره وقطعوه وانا كان عندي هي هالكرتونه ضايل منها حبتين من زمان يعني اجت وما بشرب مرات هاي مره من هاي بس هو هلا مقطوع ما فيش البالانس بس بيجي على برتقال